اسماعيل بن نصر لبن سبعيني، رامي بن سبعيني على جهة اليسرى، محاولة الدخول بالكرة لسفيان فيغولي، عدلان كديورة على اليمين، محمد رضا حليمية محاولة الدخول بالكرة من جانب لاعبي المنتخب الجزائري. سفيان فيغولي رائعة جدا هذه الكرة ناحية اسماعيل بن نصر، تسديدة رائعة جدا، جول كيمارا فيوسو جول. يا سلام اسماعيل بن نصر لبن سبعيني، رامي بن سبعيني على جهة اليسرى، محاولة الدخول بالكرة لسفيان فيغولي، عدلان كديورة على اليمين، محمد رضا حليمية محاولة الدخول بالكرة من جانب لاعبي المنتخب الجزائري. سفيان فيغولي رائعة جدا هذه الكرة ناحية اسماعيل بن نصر، تسديدة رائعة جدا، جول كيمارا فيوسو جول. يا سلام.